لا يتكون جسم الإنسان بنسبة لا تقل عن 70% من الماء، والكثيرون يهملون شرب الماء متجاهلين مخاطر نقصانه في الجسم. فما هي الكمية المناسبة للجسم ولأي مدى خطورة نقصان الماء في الجسم؟ كل التفاصيل أكيد مع ثواب الغبرة أخصائية التغذية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، يا أهلا وسهلا. صباح الخير ثواب. يا أهلا وسهلا، ميت أهلا وسهلا، ميت أهلا. كل عام وأنت بخير. نحن سمعتي برمضان هلا بعد العيد. هلا أشغل بعدنا. تماما، هلا أشغل. ما عاد في حظر ورجعنا لحياتنا، وصيف بدنا نخفف لبس، فبيبين كل السيلوليت والسمنة وهيك. بالبداية ثواب خلينا نحكي المي بنسمع انه وبنعرف انه المي منيحة، بس خلينا نعرف 100% قديش مهمة المي للجسم. بالضبط، يعني اول جملة نحن بنقولها انه الانسان بيتكون تقريبا مو 3/4 حتى اكثر من 3/4 من المي. العمليات الحيوية تقريبا 99.9 تحتاج للماء لتكميل التفاعلات الاستقلاب بالجسم. العمليات الحيويه هالامور هي كلياتها، دخول الماء بالجسم شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني هذا الشيء عصب الحياه اللي هي عصب الجسم، عصب الشعر، عصب الجلد، عصب العضو، عصب اداء العضو لوظيفته، دخول الماء داخل تفاعلاته ورصاصي. يوم بتنقص او يوم بتفوتيها فوتي الماء على جسمك بطريقة غلط. أحيانا كثير نحن بنحتاج لنكون عطشانين أكيد، بس ما بنروح نشرب مية بحر. أحيانا كثير بنكون نحن عطشانين وعم نشرب إذا ماء ملوث، شو بيصير بالجسم؟ الماء هو وقود طاقي أساسا بحد ذاته، لكن في فن إدخاله للجسم، هذا اللي ما بنعرف نفقهه. بنفكر إنه أنا كل هاي الجملة اللي أنا صرت حافظتها من مرضاي، إيه لازم أشرب 8-12 كوب ماء. معلش بدنا هي صح ولا لا؟ حافظينها مثل الببغاء، ونحن ما بنتجاوز كوب ونص شرب ماء. واحد بيجيني وزنه تقريبا فوق 100 كيلو بيقول لي انا 8 اكواب بتكفيني، اي ما هيك حافظه. واحده بتجيني 50 كيلو بدها تشرب 12 كوب ماء. طب هذا الحكي، انا قريت بوصفه صينيه اني في الصبح واشرب 5 اكواب ماء، عليم الله ما تعملها ليطلع المي من اذنها. يعني هذا الشيء في حجم معين للمعده في تقبله. مريضه غده درقيه بدها تشرب هذا الكم، هذا بتصير باله مي. قبل الدوره الشهريه بيحاولوا يفوتوا الماء بشكل غلط. في كمان عامل شيء اسمه، نحن ما بنعرف شيء اسمه، في احتباس سوائل، وفي اسمه الماء الحيوي بالجسم. تمام، كل هالامور هي رح نبينها اليوم. اكيد. كمان بالاضافه للاضرار الحكيتيه زياده شرب الماء، في عندنا كمان غثيان، عندنا قيء، وعندنا كمان كثير من القصص اللي ممكن يسببها زياده شرب الماء. خلينا نحكي عن نقصان شرب الماء، شو ممكن ياثر على وظائف الجسم، وهل كمان بياثر على الشكل الخارجي؟ بالضبط، اول شيء بينصاب فيه الانسان وقت بيصير عندك يا جفاف بجسمه هالامور هي كلياتها، توقيف لعمليه الهضم بجسم. تماما، فبيصير عندي اول شيء عمليه بنصادفها بانقاص الماء، جفافان الحلق والامور هي كلياتها، يليها ماده شغله اسمها الامساك. هي مدى ما صابت الجسم تسمم رهيب بيصير بجسم. عمليه اخراج الجسم لفضلات وسمومه بتصير مالها كامله. فبيبلش الجسم يراكم سمومه، يصير ضغط على الكلى، صار ضغط على الجهاز الهضمي، بيصير اكل يوقف اكل. فبيصير عندك ياها اسمه عملية فتح الأنفاق الاحتياطية لإخراج السموم. وكيف بيفك الجسم الأنفاق الاحتياطية؟ بيفوت هالسموم لجواته مشان يخبيها بالكبد هالقصص، حتى ما تعيق عملية كتير مهمة حيوية بجسم هي السبيل الهضمي. النقطة الثانية اللي بيهمني أمرها أنه بيصير الأيض كتير أضعف، يعني الاستقلاب كتير أقل. مين بيعرف هذا الشيء؟ اللي بياخد المدرات، اللي عنده ناس مرضى ضغط بياخد مدرات كتير، وقت بيروح السائل الحيوي من جسمه ببلش يقرمد الجلد تبعه، بيصير التجاعيد على الوش. هالأمور هي غير هيك بيضعف استقلاب الجسم. بيصير صعيد نزل بتاني نهار كليين 3، بعد اليوم الثاني ما اخذ المدير تبعه بيصير مثل بالون المي. فبيصير الجسم لانه تعرض للشوك اسمه اخراج سوائل قصري، فبيصير الجسم قابليته للتخزين 3 اضعاف على انسان طبيعي. لذلك مرضى الضغط اكثر شيء بتلاقيهم معرضين لشيء اسمه زياده وزن وضعف الايض، لانه عم تروح شوارد مهمه جدا بالجسم. الشيء اللي كمان من الاسوء الاشياء السيئه ظهور التجاعيد بالوش، طقطقه الشعر، النسيان المبكر، الامور هي لانه خلايا الذاكره والدماغ تقريبا بدنا نقول عنها
نسبة كبيرة منه لازم يكون في ماء، حتى بيقولوا لك الطفل اللي بيشرب ماء بشكل جيد بيطلع أزكى من الطفل اللي ما بيشرب الماء. فسرعة الذاكرة بتصير بتنصاب باضطرابات هالأمور هيك كلياتها. إذا بدي أقعد من هون للصبح ما بخلص قديش مخاطر انخفاض نسبة السائل الحيوي بجسم. هون بس بدي نبه على نقطة، في شيء اسمه السائل الحيوي اللي بيمشي عندي إياه بجسم بيدخل للخلية بيطلع من الخلية، وفي شيء اسمه سائل محتبس بتحتبسه جدران الخلايا اللمفاوية اللي هي بتعمل يعني حبس للسوائل. هذا بيصير ضغط للأوعية الدموية، هذا اللي بيعمل لي بوادر ضغط، ارتفاع ضغط شرياني، هذا اللي بيعمل وزن زائد. تلاقي الواحد بفيق الصبح بيلاقي رجليه منفخة، بيترافق مع شيء اسمه زيادة نسبة الأملاح بالجسم. هاي الأمور هاي كلياتها مع أنه هذا مي، لكن مي ومؤدي وظيفته مي عم يكون عبء على الجسم بس متقل الخزان وبس فقط. شو بدي ساوي وقاعد بين جدارين دهنيين؟ هذا بيصير عندي اضطراب بوظائف الجسم بعملية الحرق. فنحن هاي الأمور هاي ما بننتبه على موضوعها. يعني هلا مريض غدة درقية بالنسبة لأنه ما بيصير يشرب الماء على فرد دفعة واحدة، لأنه قدرته على التصريف تبع السوائل تبعه وبداية قدر إنسان طبيعي. فأول شيء بتلاقي تنفخ هالأمور هاي. حتى الناس اللي عندها مشاكل ارتفاع ضغط شرياني، هدول الناس لازم يشربوا الماء على دفعات حتى ما يصير اختزان مفاجئ للماء بجسمك. نعم ثواب، خلينا نحكي، كثير من الأشخاص بيقولوا أنا بشرب عصير كثير، أنا بشرب كثير أفشل ماء، في كثير يمكن مشروبات، هل هالشي بيعوض المي ولا لا المي البيور هي المفيدة؟ يعني في الصبح مثلا شارب مج نسكافين فكرة حالا فوت ماء بالجسم متى هلأ عم يقاطعوا العالم. هاد شيء غير الماء. يعني هلأ أنا في الصبح بدي أشطف فرندتي، أكيد ما بحط عصير بردان، حتى لو أنه عصير بردان أغلى هاي بشطف فيه فرندي بيدبق بيصير اللي بدي إيش ينظف جسمي فيه ودي فوته عليه بده يكون الماء بيور. يعني يعني بيقول لك انا شربت عصير، انا شربت متى، انا شربت نسكافيه، عم بعوض بالشوربه. هلا في عنا حاسه بالشيء اسمه الارتواء، وفي عنا ناس ما بتطلب مي اساسا، بتكون عندها قدرتها على طلب الماء خلقيا هي قليله، فبتقول لك انا انسان ما بقدر اشرب مي، ما جسمي ما بيطلب مي. هو مو جسمه ما بيطلب شيء مي، في اجسام بتطلب المي بكثافه وفي اجسام بالفعل ما بتطلب، تماما مثل التربه الصخريه، مثل التربه الكلسيه، مثل التربه البازلتيه. الاجسام هي عباره عن انواع ترب، الله نحن الله خالقنا من تراب، كيف التراب لها انواع كمان صح. نفس الشيء الأجسام اللي تكونت منها هي الأتربة هي كمان أنواع. وقت منلاحظ بعياداتنا نحن عندها بهالقصة أنه في جسم بيقول لك أنا ما بطلب مي، لا تجبريني على المي. فمنروح منلفكه على شيء أنه إيش إدخال الماء بشكل متقطع، يعني يحاول يحفز حاسة الارتواء العطش تبعه. بس عالم ما بتقدر تشرب مي يعني حتى بكمية قليلة ما بيحبوا المي. هلأ بيكون عود جسمه على مراكز المعدة ومراكز الإقياء أنه هي ما تتقبل كميات عالية من السوائل بمنطقة عندها قاع المعدة. يعني هي عادة من لما صغير وكبر تماما، يعني في الواحد يعود حاله. يعني إنسان بالنسبة لأن حتى الناس النباتيين والحيوانيين، حتى جيبي واحد نباتي حاول أمه تخدعه أنه تدخله مادة حيوانية جسمه مو متعود أنه هو ما يتعاطى معها، بيتعامل الجسم مع أي مادة يمتنع عنها كأنها سم قاطع. بصير الجسم، ففي فن لإدخال الماء. برجع بقول مو القاعدة إنه أنا أشربت من أكواب، بده يعمل الإنسان حساب لحاله قديش وزنه، يعمل إنه كل 10 كيلو جرام من وزنه بيحتاج لكوب ماء. إذا واحد وزنه 80 بيحتاج 8، إذا واحد وزنه 120 بيحتاج 12، واحدة وزنها 50 5. مو أنا 50 مثلاً 60 يجي في الصبح يلاقي 12. هلا في من السبايا مثلاً بدهم يقللوا من وزنهم، فمن النصائح اللي بنسمعها نحن كثير اكثر الماء. ايه مثلا بس بمشانه، مثلا كمان يعني مي سخنه الصبح، مع انه انا سمعت المي السخنه الصبح كثير مضره للجسم، ما بعرف هذا الكلام اذا صح او خطا. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، وبيشربوا كميه كبيره يمكن 3 أو 5 اكواب الصبح على الريق. خلينا نحكي عن هذا الموضوع والفرق بحاجه الجسم للماء بين الصيف والشتاء. هلا شوفي عزيزتي، هلا انا شوفي شو رايي بالماء الساخن وبالماء البارد وبالامور هي كلياتها. هلا نحن درجه حراره جسمنا 37 صح؟ تمام. اي شيء يختلف عن هالحراره قاعده بمجاله كثير كويس. هلا انا بالنسبه لي عندي اياها الماء البارد بشكل عالي كثير هو سيء، والماء الساخن بشكل كثير عالي سيء. نحن عم نحول حسب وضع الحاله. يعني انا مثلا وحده اجتني ولاده تماما تمام بعد الولاده بمنع عنا الماء البارد نهائيا.
وانا مع الماء القريب لحراره كاسه الشاي اللي فتره هلا، مو مي عم تغلي غلي، ما بشربها عصائر بارده ابدا، ما بشربها ابدا. هي المي الحنفيه المبوظه هي بتركز دهون بطنه وبتعمل ترهل لعضله البطن بشكل شديد. هون بهالفتره انا بدي شد عضلي، وقت بدي شد عضلات جسم مترهل بستخدم الماء الفاتر وليس الساخن. تمام؟ بمنع عنه الماء البارد. هلا الشيء اللي بيقول لك فيه انه الماء البارد هو صح فيه، هو الاستحمام فيه بس يعني يكون مو انه يلتقط عصبه او شيء، الماء الاستحمام بالماء البارد معافي للامراض. سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام وقت رب العالمين امره بشيء نصيحه، هذا مغتسل بارد وشراب، روح اغتسل بيغسل الامراض الماء البارد، اما شربه بجيب امراض الماء البارد. خاصه في ناس متعوده تقرط بوز، حتى نحن بنقول في اشياء البوز قرطه فقط لحالات واحده هي زياده الغثيان، ناس بعيد الشر من هون بتاخد جرعات كيميائية وهالقصص، أول ما بيصير غثيان ما بتدري تعطيها أي وصفة لأنه هي رافضة كل شيء بعدها، فبتخليها علك البوز بيروح الغثيان. لكن في ارجع بقول ما فيني أعمل قاعدة لأنه لكل جسم له حالته. الشكل العام إنك تحومي بمجال درجة حرارة جسمك. في ناس بتقلك لا انه الماء البارد بده هي، نحن نستخدم هاي القواعد والقصص بس تكون قريبة من مجال درجات حرارتنا. الفكرة الأساسية برجع بقول بنبه انه الأنثى اللي ولدت جديد ما تقرب ابدا على الماء البارد. حتى في وصفة صينية يعني بيمنعوا عنها الماء البارد حتى يرجع قوام بطنها لأموره الطبيعية. تمام سواب، يعني كتير حلو الموضوع وفي كتير نقاط ضويتي لنا عليها اليوم لازم نحن نتبعه، ولازم كتير نشرب مي وكل 10 كيلو جرام يحتاج، وهي قاعدة ومو طبيعي حاضرة. أيوة بالضبط، حتى لو نحفته في علم بكل شيء، حتى لو سمنته حتى لو نحفته بالضبط. ويا الإنسان وقت بيشوف شده وشل طقطق شعره مو فورا يروح على الكريمات والمستحضرات قبل ما يسقي بشرته، هي بدها المي. شكرا كتير لألي سواب، متشكرة وجودك معنا، شكرا لكل معلومة حكيتي لنا إياها وأكيد كلياتنا استفدنا منها، شكرا لك.